مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الأول متوسط. وصلنا إلى لسن 8، درس الثامن، A postcard from فؤاد، بمعنى بطاقة بريدية من فؤاد. تعالوا نقرأ ونترجم ونتعلم شلون نكتب postcard. زين، هذا postcard راح نقرأ ونترجم. زين، مباشرة انتقلنا إلى الملزمة. هاي صلاح. اهلا صلاح. Japan is wonderful. يابان رائعة. يوكي's family have been really kind. عائلة يوكي جدا لطيفة. They have taken me everywhere. اخذوني بكل مكان. I visited Disneyland. ذهبت إلى عالم ديزني. That was fantastic. كان رائع. I've also been وأيضا ذهبت to traditional Japanese play. ذهبت إلى مسرحية تقليدية يابانية. I didn't understand. لم أفهم a word ولا كلمة. But it was interesting to see. لكنها كانت يعني من الممتع أنه أشوفها. Japanese food is delicious. الطعام الياباني لذيذ. I've even tried some raw fish. وجربت حتى سمك ني. It was quite good. كان نوعا ما جيد. زين. I've bought a new camera for you. اشتريت كاميرا إليك جديدة. I hope you will like it. وأنا أأمل إنه تعجبك. See you soon, فؤاد. أراك لاحقا فؤاد. هنا عنوان صلاح. هنا العنوان مال صلاح. عنوان صلاح ينكتب لي برا. أوكي، حتى لما أدز الرسالة ساعة البريد يعرف عنوان صلاح. أوكي، اسم صلاح، رقم البريد مالته، المحافظة، الدولة. أوكي، بهذا الشكل. فلازم ينكتب لي برا على الغلاف. أوكي، بهذا الشكل. زين، بنفس الصفحة أكو أسئلة. يقول How does Fuad feel about his holiday؟ شون كان فؤاد يشعر عن الهوليدي مالته، يعني بالعطلة مالته. Which words in his postcard tell you this؟ أي كلمات بالبطاقة البريدية تقول لك إنه هو توصف شعوره. He's very happy about it. كان جدا سعيد. He used this word. استخدم هذه الكلمات wonderful, fantastic, interesting, delicious. إذن هذا هو الجواب. Note down the thing he has done in Japan. دون الأشياء اللي سواها باليابان. Which did he like best؟ أكثر شيء حبه هو. Next best and so on. يعني دون الأشياء اللي حبها بالبداية الأكثر، وبعدين اللي بالوسط يعني، وبعدين آخر شيء. He liked، هو حب ثلاث أشياء. He liked visiting Disneyland best. هو حب ديزنيلاند، زيارته إلى ديزنيلاند. He liked eating Japanese food. بعدين هو حب الطعام الياباني. وhe liked going to the traditional Japanese play next best. بعدين هو حب إنه يذهب إلى المسرحية اليابانية. زين، شلون عرفت هذا الترتيب؟ إذا رجعنا راح نشوف إنه بالبداية هو حكي عن ديزني لاند، أوكي؟ وبعدين حكي عن الطعام، وبعدين حكي عن الترديشنال جابانيز بلاي، عن المسرحية اليابانية. ولا تنسون تروحون على تمارين الاكتيفيتي بوك. اوكي، هياتهن حالتهن كلهن راح تلقوها بفيديوهات النشاط. زين، وراها انتقلنا الى الراوند اب. الراوند اب هو كل شيء اخذناه بهاي الوحده. اول شيء اخذنا موضوع describe people، وصف الناس. مثلا he is very tall and thin، هو طويل وضعيف. he is short and plump، هو قصير بلامب يعني ممتلئ شوية. He has grey hair،
هو شعره رصاصي. He wears glasses. يرتدي نظارات. شوفوا wears الفعل استخدمه لما أرد أقول فلان يرتدي كذا. She has long dark hair. شعره أسود أو شعرها أسود غامق. و she's wearing هي ترتدي a white blouse and a blue skirt. She's wearing هي ترتدي a white blouse بلوزة بيضاء and blue skirt سكيرت النورة زرقاء. إذن انتبهوا أني استخدمت هنا المضارع البسيط والمضارع المستمر. أوكي المضارع البسيط والمضارع المستمر واستخدمنا ذني العبارات حتى نصف الناس مثلا لبسها شعرها طويلة أو قصيرة وهكذا. زين هنا عندنا شرح موضوع past continuous الماضي المستمر, present continuous المضارع المستمر, future continuous المستقبل المستمر. ذني الأزمنة راح تلقوني شارحتها بفيديوهات الصبورة. فيديوهات الصبورة بقائمة التشغيل الأول. ذني ثلاث أزمنة مهمات مهمات مهمات. شوفوا راح أشرحها لكم بشكل كلش بسيط. يقول هنا أنا all continuous tenses describe something that goes on for sometimes. كل الأزمنة المستمرة اللي بها continuous فهي تشرح فد حالة استمرت لوقت. يعني yesterday I was watching TV with Abla rang when Abla rang me. البارحة كنت أتفرج تلفاز عندما اتصلت بي عبلة. فانتبهوا هنا I was watching هو حدث مستمر. أوكي الحدث القصير هو عبلة كانت يعني دقت علي عبلة وأنا كنت دا أتفرج تلفزيون. فأني كنت دا أتفرج هو الماضي المستمر. I'm sitting here أنا أجلس هنا thinking about what I'd like to eat. أنا أجلس هنا أفكر ماذا أكل. هنا الجلسة طولت. أوكي قاعدة أني دا أفكر شريد أكل. زين at this time في يوم Thursday الخميس هذا الوقت I will be playing basketball راح أكون دا ألعب كرة السلة. يعني مثلا أكون أنا يوم السبت وراح أقولهم أنا بنفس هذا الوقت مثلا أكون دا أحكي بالسبعة العصر بنفس هذا الوقت يوم الخميس أكون طالعة سفرة ويا صديقاتي. فهنا أنا future continuous مستقبل بسيط بهذا الشكل. ذني ثلاث أزمنة. بقية التفاصيل تلقوها بفيديوهات الصبورة. انتقلنا إلى وقت القصة A wolf in the forest بمعنى ذئب بالغابة. After a plane crash بعد أنه تحطمت البلين الطائرة A family were lost عائلة ضاعت in a forest بغابة. What happened to them ماذا حدث لهم. تعالوا خلينا نقرأ ونترجم. جون هاربر اسمه جون هاربر a Canadian شخص كندي was flying his small plane كان يطير طيارته الخاصة الصغيرة. With him were his wife معه كانت زوجته كلير and his two children وأطفال اثنين لوسي aged four لوسي عمرها أربعة and بان وبان aged nine الaged يعني العمر مالتها تسعة. They were flying over a forest كانوا يطيرون فوق الغابة. Suddenly فجأة the engine stopped محرك توقف. What the matter ماذا حصل أو ما الموضوع. Why has the engine stopped لماذا توقف المحرك. Ask Claire سألت كلير. I don't know لا أعرف said John قال جون. He tried to start it again هو حاول أنه يبدأ أو start جاي يعني مرت الثانية شلون يعلقها أو يشعلها. But nothing happened لكن لم يحصل شيء.
It's no good. هو شيء غير جيد, said John. قال جون. It won't start. Start معناه يبدأ, لكن هنا يعني المقصود به تنعلق. We are going down. So going down يعني نسقط. John was lucky. John كان محظوظ. He found a clear place. وجد مكان, a clear place. Between the trees. بين الأشجار, and landed. وهبط. The plane. هبط بالطيارة. Nobody was hurt. ما حد تأذى. They climbed out. تسلقوا and looked around. ونظروا حولهم. Where are we? أين نحن؟ Ask Claire. سأل Claire. I don't know. لا أعرف. Answer John. سأل John. Well, we can't stay here. لا يمكننا البقاء هنا. Said Claire. قالت Claire. Which way do we go? أي طريق نذهب؟ Hey, Dad, look. أبي انظر. Said Ben. قال Ben. He pointed to some trees. Pointed يعني أشار إلى بعض الأشجار. There is a big dog up. They are near the trees. كان هناك كلب بالقرب من الأشجار. That's not a dog. هذا ليس كلب. It's a wolf. إنه ذئب. Said John. قال John. Is it dangerous? هل هو خطر? Asked Claire. سألت Claire. No, said John. لا, قال John. Wolves don't hurt people. الذئاب ما تأذي الناس. A wolf came towards them. الذئب توجه باتجاههم. Then moved away. بعدها تحرك. يعني ذهب بعيدا. Came towards them again. ثم اتجه مرة أخرى. تجاههم, then moved away again. وبعدها ذهب بعيدا. يعني هو كان يروح يمهم وبعدين يبتعد. I think he want us to follow him. أنا أعتقد أنه يريدنا نتبعه. Said Ben. قال Ben. Well, I don't know where we are. أنا لا أعرف أين نحن. Maybe he does. ربما هو يعرف. Said John. قال John. مقصود بالwolf, الذئب. Let's follow him. خلونا نتبعه. They followed the wolf through the trees. هما اتبعوا الولف الذئب every now and again. And then the wolf stopped, looked at them. الذئب توقف ونظر إليهم and then moved off again. بعدها تحرك مرة أخرى. After about 2 hours, بعد ساعتين, they came to a road. They came, يعني هم ذهبوا إلى شارع. Just off the road was a village. كانت هناك قرية. يعني ويا ما انتهى الشارع كان هناك قرية. That's good. هذا جيد, said John. We can phone from the village. بإمكاننا أنه نتصل من القرية. Dad, where the wolf? أبي, أين الذئب? Asked Ben. سأل Ben. They looked around, باعوا حولهم, but the wolf was not there anymore. لكن الولف لم يكن هناك. يعني هو دلاهم الطريق وراح. تعالوا إلى أهم الأسئلة وننتقل إلى كتاب النشاط. زين. انتقلنا إلى كتاب النشاط, رح نأخذ أهم الأسئلة. لا تنسون أنه كل مرة تأخذون كتاب الطالب تروحون إلى كتاب النشاط. بس هالمرة قلت خلي أحط لكم الأسئلة مع القطعة حتى ما تضيعون. John Harbour was sailing his boat. John كان sailing يعني يبحر القارب مالته. طبعا أكيد مو جواب صحيح. John Harbour was flying in his small plane. كان يطير بطيارته. زين. Suddenly the plane caught fire. يعني اشتعل به النار. لا. The engine stopped. توقف المحرك. The family knew how to get home. العائلة كانت تعرف شلون ترجع للبيت. طبعا خطأ. The family didn't know how to get home. ما تعرف شلون ترجع للبيت. The wolf wanted to hurt the family. الذئب أراد أن يؤذي. Hurt بمعنى يؤذي العائلة. لا. The wolf wanted us to follow him. كان يريد انه نتبعه. زين.
The family ran away from the wolf. العائلة ran away يعني هربت من الذئب. The family didn't run away. لم تهرب. They followed the wolf. هم تبعوا الذئب يعني تبعوه إلى المكان. The wolf waited in the village. انتظر الذئب بالقرية. لا, didn't wait in the village. ما بقى انتظر بالقرية. زين, بعد عندنا أسئلة. Who are the characters in the story? هي جون هاربر وكلير ولوسي وبين وذا وولف. ذني هي الشخصيات الموجودة بالقصة. What's the story about? عن شنو كانت القصة؟ It's about the family who get lost in the forest. هو عن عائلة ضاعت بالفورست بالغابة. And wolf helped them. وذئب ساعدهم. هذا هي القصة. إذن هاي كل الأسئلة. انتبهوا, دائما اتفقوا ويا المدرس مالتكم انه ما يجيب لكم أسئلة تكون خارجية. يعني يكفي انه انتم عندكم أسئلة هواية عن القطعة, فيكتفي المدرس بهاي الأسئلة. إذن إلى هنا ينتهي درس اليوم. شكرا لكم, انتظرني في درس جديد.